ولكن هناك كلام على أنه الرئيس هو الذي أصدر الأمر في النهاية، وكان أصلاً وتم يعني بإشراف من عدي شقيقك عدي صدام حسين. صحيح هذا الكلام أم لا؟ إذا أقول لك مو صحيح يعني رح أبعد شوية عن الحق. ضيف إلى هذا وذاك أنه اللي صار مو شيء حدث بين اثنين. شوف، حتى أنصف حالي وحتى أكون صادقة، لو أن الموضوع تم بيناتنا إلى أن أموت ما تطلع مني أي مفردة، لكن هو اللي صار كان أكبر من العائلة. عسكر يعني جيش كامل تحرك، يعني مو جيش بالمعنى، أقصد عسكر موجودين. فاتخذ القرار يعني يعني بعد أكيد ما نقول بعد الرجوع إلى الوالد، هم اتخذوا القرار بدون أن يرجعون للوالد، يعني الوالد الأكبر منا ده يقول له إحنا متنازين عن حقنا، لكن كان الوالد حق. لا، الرئيس صدام يعني أشجع من أنه نشيل عن كاهل المسؤوليات، ورجل رئيس دولة يتخذ القرار اللي يجده مناسب، والآخر وكل الشخص اللي يخطئ يعني يعاقب، هذا الشيء مو غريب.